فريق المصري البورسعيدي يستاهل هزيمة، يستاهل هزيمة. عارفين ليه؟ مفيش لاعب في المصري البورسعيدي عارف يشوط ضرب جزاء. يا نهار ازرق، ده ما حصلتش في تاريخ الكورة. ضربتين جزاء يضيعوا، ضربتين جزاء عواد يشيلهم، انا مش عارف. ده لولا ضربتين جزاء دول كان خلاص المصري ركب الماتش، كان المصري ركب الماتش. بس نعمل ايه في حكام الاصنام؟ ضربات جزاء شغاله لا نور للزمالك في اخر ثانيه، ادي ضربه جزاء للزمالك خلصوا بها الماتش. هم عايزين يدوا الدوري للزمالك باي طريقه، مش عارفين في ايه. الحاج بعرور حارس المرمى بتاع المصري خرب بيت المصري النهارده، خرب بيت المصري. عارفين ليه؟ في كل اولاني مسك الهوا، الكره دخلوا جون راح في الكازوزه. ليه الحارس المرمى مش عارف في ايه وحلاوته النهارده صد ضربه جزاء، مسك الهوا الكره دخلوا الجون. كان فرق الجون ده، كان فرق. بس نعمل ايه؟ انا مش عارف. حكام الاصنام بوظوا الماتش، ادوا الماتش للزمالك، ادي الماتش للزمالك خلاص. انا مش عارف، ده كل مره الزمالك بيكسب بضربات الجزاء وبالفاولات يا جدعان، كل مره الزمالك يكسب في الدقيقه الاخيره. مش عارفين في ايه، مش عارفين.